تستعد وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد من خلال إجراء صيانة شاملة لعدد من المدارس، بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة. وزارة التربية والتعليم حرصت أيضا على توفير حافلات مدرسية لنقل الطلبة إلى المدارس. التفاصيل في التقرير التالي. 17 يوما تفصلنا عن عودة الطلبة إلى المدارس، لا صوت يسمع هنا سوى أصوات العمال وآلاتهم ومعداتهم. ففي 43 مدرسة تحول العمل بها إلى ما يشبه خلايا النحل من أجل إجراء الصيانة الشاملة لها، استعداداً لاستقبال الطلبة في يوم السادس من شهر سبتمبر القادم. فطوال أسابيع الصيف كان العمل مستمراً بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لصيانة المباني التعليمية والصفوف الدراسية والمكيفات ومبردات المياه والمرافق الصحية في هذه المدارس، بالإضافة إلى إجراء عمليات التنظيف لجميع المدارس البالغ عددها 207 مدارس لتكون مستعدة لقدوم الطلبة. 3 مدارس جديدة سيتم الانتهاء من تسليمها خلال العام الدراسي الجديد، وهي مدرسة ابتدائية إعدادية بمنطقة وادي السيل، ومدرسة إعدادية للبنات بمنطقة البسيتين، ومدرسة إعدادية للبنين بمدينة حمد. وما زال العمل جاريا بها على قدم وساق لاستكمال جميع مبانيها ومرافقها وتأثيثها حتى تكون مستعدة لما يزيد على 3000 طالب وطالبة سينتظمون بها خلال العام. وستشمل هذه المدارس الجديدة أكثر من 95 صفا دراسيا، ومختبرات للحاسوب والتجارب العلمية والمخبرية، وصفوف لذوي الاحتياجات الخاصة، وقاعات لمصادر التعلم، ومساحات لتدريب المعلمين، بالإضافة إلى صالات رياضية وصالات متعددة الأغراض ومقاصف وكافتيريات وملاعب. أما الحافلات المدرسية فهي تنتظر إشارة البدء لتنطلق محركاتها هادرة لنقل أكثر من 34,000 طالب وطالبة من مقار سكنهم إلى المدارس صباحاً ومن المدارس إلى مقار سكنهم ظهراً. وستكون شوارع مملكة البحرين على موعد مع 650 حافلة تجوب في أرجائها منذ أول يوم دراسي، إضافة إلى 12 حافلة مخصصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مزودة بسلالم متحركة وتجهيزات تتناسب مع كل إعاقة. بعد 17 يوماً وبمجرد قرع جرس بدء العام الدراسي، ستتوقف أصوات العمال وآلات الصيانة والبناء لتنطلق أصوات الطلبة والمعلمين في جو تربوي وتعليمي ومعرفي، وستستقبل المدارس أكثر من 133 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، وستعود الحياة للصفوف والأروقة والساحات إذاناً بعام دراسي جديد يتمنى الجميع أن يكون عام تميز وتفوق.